راح ندير معكم فطائر المقلاة، وصفة للعشاء أو الغداء. بزاف سهلة. عندي كاس ما دافي، ملعقة صغيرة خميرة باش العجينة تاعنا تجينا طرية، ربع كاس زيت نخلطوهم مليح ونضيف عليهم فرينة والملح، نشكلوها عجينة. شتو هادوك اللي عندهم لي زابوني وما يتفرجوش؟ صاري لهم كيما واحد يكون مريح مع جماعة وما يكونوش كامل يسمعوا واش راه يحكي. هذه هي الحكاية. هنا الحشو اختياري. هنا درت ورق الطهي، هذا نوايا بزاف ماشي مليحه، رشيته بفرينه باسكو يلصق. شكلت العجينه تاعنا بشكل دائري، درت مايونيز مهريسه خلطتهم مليح، تقدروا تستعملوا صلصه طماطم. درت الحشو اللي كان متوفر عندي، درت بصل مع شويه دجاج، قليت شويه بطاطا وضفت الجبن مبشور، وراح نغطيها بعجينه شكل دائري. درتها شكل خبيزات. هنا الطاجين تاعكم بعد ما يسخن دهنوه بالزيت وحطوا الخبيزات نتاعنا، تحسوها طابت شوية قلبوها، وهي واجدة معنا. ان شاء الله يعجبكم وصفة اليوم وتجربوها. ما تنسوش خدكم باللايك اذا حبيتو. نقول لكم يعطيكم الصحة والسلامة.